بيكونوا هربوا وتركونا. ما بظن، ما راح يتركونا ويمشوا بعد ما حاصرونا كل هالقد. بيكونوا عم يحضروا لهجوم تاني علينا. لو لسه معي رصاص كانوا يورجوني حالهم إذا بيقدروا. ما عاد فينا نساوي شي، لهون وبس. بالحقيقة فيه خير سيبو. سيدي مقابل الباب في جرة اكسجين كبيرة. يعني قصدك نفجرها؟ سكاريالي، بتقدر تعمل هيك شي؟ عندك فرصة واحدة. إن شاء الله سيدي. إذا قدرنا نفجر جرة الأكسجين رح نقدر نخلص عليهم. دخيلك يا رب تساعدني، خلينا نبعث هدول الأندال على جهنم لتورجيهم عذابك يا رب العالمين. ولك شبكون ليش متخبئين؟ ليش ما عم تقصوا علينا؟ شو خايفين لأنه رح نبعتكن عجهنم مثل ما بعتنا طيفون قبلكن لهنيك؟ وانت اللي اسمك تولاي؟ رح نخليك تترجينا قبل ما نقتلك مثل ما عمل حبيب قلبك قبل ما يموت. شوفوا شو بده هاد؟ كثير مستعجل لتموت يعني؟ أوصوا لشوف، أوصوا! يلا سكاريالي، يلا. لا تنسى أخي، أنت هلا رح تاخذ بتار أخونا علي الشهيد، ماشي؟ بإذن الله يا أخي. يلا. عيارهم ضربة واحدة منك يا كارلوس، يلا. يلا يا رب. يا ربي دخيلك لا تخيبني. هاي الإيد معنا إيدي. الشجاعة منك يا ربي. حلال عليك يا بطل. خلونا نطلع يا شباب، هلا صار دورنا. يلا 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 يلا, يلا, يلا يا شباب، يلا يلا, يلا يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب. يلا ديروا بالكم. ولك مين الكلب اللي قتل اخوي؟ وين هو؟ ولك احكي يلا احكي يا كلب. ولي عاملين لك رجال، ما انت اللي قتلت علي يا كلب. ها مين اللي قتل علي يا كلب؟ مين من اللي قتلو؟ انت اللي قتلت علي. انت اللي خليته يروح. ما قال لي. ولك انت اللي قتلته. انت اللي قتلته علي. احكي مين اللي قتل علي؟ مين الكلب اللي قتل علي؟ مين اللي قتل علي؟ احكي ولك احكي. مين اللي قتل علي؟ احكي احكي يا كلب. احكي يا واطي. احكي لك انت اللي قتلته. ايه انت اللي قتلت علي يا واطي. لك يا شباب شو صار لكم؟ ليش هيك ضربكم صاير تقيل؟ وينك لهلا؟ إلي ساعة ناطرتك. لا تواخذيني، أنا وطالع اجتني شغلة أخرتني. إيه؟ شو صار معك؟ كل شي بخص فايزة. عندها شغلات مو نظيفة. مثل شو؟ ما قدرت أعرف. أكيد أنت رح تلاقيهم. لقيت كمان شوية معلومات عن أبوها. ممتاز. كل شي بالملف، شو في هون؟ لسه بدك شي تاني مني؟ حالياً ما في، إذا بدي بخبرك. ماشي. شوفك إن شاء الله.
ألو، أخذت ملف من الزلمة حطته بشنطايتها. أنا بلشت أتحرك. ماشي ولا يهمك، رح جبلك إياها. لك وين اختفت هي؟ تعال من هالجهة. خلص الأثر. انتبه لا تكون عاملة كمين. انت روح من هنيك. عندك بقى عمل لك واقف. زدت هالسكينة، زدتها. اترك السكينة، ارفع ايديك. يلا ارفعهم. اركع على رجليك. أنا ما بركع قدام ناس من أمثالك. أنت رح تطالعني من هون. أنت ما رح تطلعي من هون إلا على قبرك. اسمعوا لك، بتساوي اللي عمل لك عليه وإلا رح أفجر لك رأسك. يمكن أحسن الشيء إني أتركك لهي المرايا عاكف. شوف كيف رح نطلع من هون. بالعادة اللي بيكون معه سلاح هو اللي بيعمل الخطة. هلأ تغير الوضع، يلا طالعنا من هون. لكن أنا رح أعطيكي فرصة لحتى تضلي عايشة. تركي سلاحك واستسلمي وبتطلعي من هون صاغ سليم. والله مو جاي على بالي كفي بقية حياتي بالسجن بنوب. أحسن ما تقضيها بالقبر. هي آخرتك يا عاكف أفندي، لا تستنى أني ساعدك. ما رح تلف انزل اللي عمل لك يا؟ مو جاي على بالي اعمل شيء، بعتذر منك. انت ادرى بمصلحتك، حابه اتشكرك لانك اعطيتني فرصه لانتقم له لطيفون. التفت لعندي، التفت، عمل لك التفت. انت غبي. ما
اتركوه بسرعة! سرق لي شنطتي وقفوه! بعدك! وقف! أنا شرطية! بعد! بعد! شوفي شبك! لك وقفوه! وقفوه لهذا الشاب! لك العمى ضربك! هاتا! وقف! لك هاتا! تعا يا واطي! بعدك! هاتا ولك! بعد! هاتا عم الله! من إيدك عم الله! هاتا! لك عصام ما قلت لك! وقف! خليك ماسكو! تعال هون! لك! تعا ولك! بتشكرك كتير. العفو. أنا قلت لها إنه ما رح تطلع من هون غير على القبر دغري. ما كان في غير هالحل. هذا اللي بدها إياه. شايف ما رح تخلي لي حدا غيرك. ما بتقاسمك مع حدا عاكف. مع هالشي بتشكرك، أنقذت لي حياتي. إن شاء الله ما بندم على هالشي. بتوقع رح تندم. أخي عاكف، وينك أخي؟ تعا تعا نحن هون. أخذ لك شي؟ لا، جزاني موجود والتليفون، كل شي موجود. بهي الأماكن بتصير هيك شغلات كتير. المرة الجاية ديري بالك أكثر. ولا يهمك، بتشكرك كتير. أهلا وسهلا. بسيطة، بتوقع اليوم بكفي مشاكل. يعطيك العافية. الحمد لله على سلامتك. شكرا. كل شيء تمام. بدلت بين الملفات؟ اي نعم. هذا الملف يلي اعطاه الزلمة لإلي، بدلنا بين اثنين. ما انتبهت مو هيك؟ لا، ما انتبهت ابدا. شو في جوات هذا الملف؟ شغلات ما لازم تعرفها إليف. طيب والملف تبعنا شو فيه؟ شغلات لازم تعرفها. انا رايحه احتفل بهالمناسبه. علي ابني، أنا بعرف إنك عم تسمعني. ما راح أدر يا ابني، هدول الخونة خليناهم يدفعوا ثمن اللي عملوه فيك كتير غالي كمان. شباب، أنا شو بقلكن على طول، ممنوع البكي، ما بيصير تبكوا على الشهداء أبداً يا شباب. اليوم هو عيد علي يا شباب، لهيك عم قلكن لا تبكوا. أنا ما عم ببكي عليه سيدي، أنا عم ببكي على ولدين يتيمين تركن وراه. شو بدنا نقول لمرته؟ شو رح نقول هلأ لأمه وأبوه سيدي؟ شو بدنا نقول؟ أولاد علي اليتامى صاروا أولادنا نحن، ومرته بتكون أختنا. أمه هي أمنا، وأبوه أبونا، ونحن أولادهم. شش علي، والله سبح سبقتنا كلياتنا، وأكيد أنت ما رح تنسى أخواتك المذنبين بالآخرة. رح تتشفع لنا كلنا ما هيك؟ إيه أكيد. شهداء ناس مقامهم عالي عند ربنا، وأكيد إننا بيقدروا يشفعوا لأخواتهم. عاكف، أنا إليف. يا ريت تتصل فيني أول ما تفتح تليفونك. ناطرتك بكافتيريا الفضة، كتير ضروري.
إليف؟ شو أخبارك؟ هلأ وقتك منيحة. أنت شو أخبارك؟ انبسطت كتير بهالصدفة الحلوة. شو عم تعملي هون؟ مريت مشان أكل لقمتين. أنت شو عم تعملي هون؟ كان عندي شوية شغل خلصت وحبيت إجي أقعد هون. لو سمحت واحد قهوة تركية سادة. حاضر يا خانو. يا أنا عم سبب لك إحراج مو؟ لا تواخذيني بس كنت عم استنى حدا هون. شو يعني ما إجا؟ رح يجي بعد شوي. مين؟ صار عندي فضول ليكون عاكف. بس ما تكونوا بدكم تحكوا شي خاص. لا حبيبتي ما في شي. معناها عن جد عاكف اللي جاي بما أنك ما قلتي لي لا. وقفت التشويش سيدي، الهواتف واللاسلكيات صاروا شغالين. ايه تمام، لكن خلينا نجيب سيارتين اسعاف بعدها عطوا خبر للمدعي العام وانا رح خبر مديرية الشرطة باللي صار. يعطيك العافية سيدي. من صغر 5 للمركز، من صغر 5 للمركز. مرني سيدي. خذ سيبه معك وروحوا على بيت علي وخبرهم باللي صار. لا تقول يا سيدي، لا تبعتني أنا. شو أعمل يا معلم؟ لازم واحد منا يخبرهم. بتعرف إنه علي كان يحبك أكتر شيء. ماشي سيدي مثل ما بتأمر حضرتك. يلا أخي سيبه يلا. إليف تركت لي رسالة، قال ضروري كتير، إذا بتسمح لي سيدي. إيه طبعاً روح، أساساً هون ما عاد ضل عنا شغل. أمرك سيدي. شكراً إلك. صحة وهنا. إليف، قصة تركتك للفريق مو منيحة بنوب. الكل زعلان لأنك رحتي. مين مثلاً؟ أولهم عاكف، والكل رح يتعودوا على هالشي مع الوقت، لا تاكلي هم. صحيح إليف، اسمعيني، أنا مالي علاقة بقصة تركك الشغل مو هيك؟ أكيد لا. شو بيعرفني؟ إن شاء الله ما أكون ضايقتك لما فتحنا قصة سليم أنا وياكي. ما بقدر أقول شي عن الموضوع. يعني أنت تركتي بسبب قصة سليم؟ بيكون أحسن إذا ما بتحكي بالموضوع. إليف، أنا عن جد ما عندي نية سيئة تجاهك. أنا بعرف إنك ما حبيتيني من أول يوم. يا ريت تعملي معروف وما تحبيني أنت كمان. ماشي؟ ما عم أفهم شو ساويت لك حتى عم تعامليني هيك. ما عملتي شي، ماشي؟ وعندي شغلة واحدة إلك إياها وهي قومي انقلعي من هون، وإذا شفتيني مرة تانية لا تسلمي علي. ليك اسمعي، أنت رجعتي فهمتيني غلط. أنا فهمت اللي لازم أفهمه. ما بعرف شو في دراستك ولا شو عم تخططي، بس اللي بعرفه أني رح أكشفك، هذا اللي بعرفه. إليف شوفي، ليش كل هالعياط هاد؟ لك مو طبيعي، أنا تركت الشغل ولهلأ ما حلت عني. تقابلنا هون بالصدفة، حبيت أشرب قهوة معها ما شفتها غير بلشت صريخ وعياط علي. طيب خلص اهدي شوي، عادي الكل عم يتطلع فينا، عادي. ماشي أنا مروقة، أصلاً الست فايزة كان بدها تمشي مو هيك فايزة؟ لا ينشغل بالكم، ما بقعد بمكان ماني مرغوبة فيه. استني فايزة خانم، فهمتي غلط. فايزة خانم، يلا أخي تعال. لك أخي أنا ما بدي أجي بلا ما نفوت. شو يعني هلأ لك أخي؟ بدك كان يفوت لعند أهله لحالي يعني؟ أخي يعني كيف بدي أقدر أقول لهم إنه ابنكم صار شهيد؟ خلينا نرجع، والله مو قادر أخبرهم أنا. أخي لازم نحن نخبرهم، لازم يشوفوا إنه علي ما كان لوحده هنيك. أخي بدخل بس أنت اللي رح تحكي.
يلا تعال. يلا أخي. خلص لا تلحقيني. يلا. طيب زدت لي الطابة. تمام. يوسف. عمو كارلوس. بنتي تعي تعي. يوسف. تعي يا حلوة تعي. الله الله الله. دخيل حلو أنا دخيله دخيله. شو بتساوي؟ شو بنتي أنت ميحة؟ يا عيوني شو حليان. يوسف لك انت سمنان ولا لا؟ شو قلتلك معي؟ ليكي شوفي هدول؟ شو عم تلعب طابق انت؟ خد هي الله لك. شوف شو كبراني وحليان الحلوة. هلأ بيجي يوسف، راح لأنه عنده شغل هلأ، راح يجي المساء. طيب ماما بالبيت؟ بالبيت. ايه تمام. يلا ركض روح جيب الطابق. انت يلا هدول نحن رح نفوت لجوا شوي. ماشي يلا اسرع. يلا تعال نلعب بالطابة. زدت لي الطابة. يلا خديها. مسكها مسكها. صار دوري لك ياها. يلا خدي هاي لألك. بسم الله. مسكها مسكها. أخي صباح الدين. أهلا وسهلا. أهلين فيك يا أختي. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أنتوا فاضيين شوي؟ إيه فاضيين بس علي مو هون. نعرف نحن إجينا مشانه. تفضلوا لجوا تفضلوا. شوف هلا قديش رح أربح. وبعدين إليف ليش لحد هلأ ما عم يتسكر على الموضوع؟ لك أنا كنت قاعدة هون، هي إجت ولاقتني، كانت عم تحكي حكي فاضي، كتير اتضايقت منها. ماشي، مو مشكلة، ما بدي اسمع شيء. ليش دقيتي لي؟ شو هو الشيء الضروري؟ خد هذا الملف. شو هاد؟ مو خبرتك إني عم حقق؟ هذا الملف تبع فايزة، وفي قائمة لدور الأيتام اللي اشتغل فيهم أبوها. أنت شوفه منيح، دور بكل شيء، أنا متأكدة إنك رح تلاقي شيء بخصك. انتي لوين بدك تصلي إليف؟ شو يعني هالحكي هلا؟ أول شي كنتي تقليلي إنه بدنا نفترق وصرتي تحكي كلام طالع نازل وما بدك نكمل وما بكفي رحتي وتركتي المهام الخاصة. صرتي تقليلي أنا عم سبب لك الوجع وهلا ما عم تشيلي هالبنت من راسك. شو قصدك بهالحكي يا عمي؟ ليك لا تدخليني باللعبة اللي براسك لأنك ما حبيتي البنت. ماشي؟ ما في شي بهذا الملف. إليف لا تتعبي حالك، كل شي فيه حكي فاضي. كيف يعني؟ افتحي وشوفيه. بس عاكف في شي غلط بالموضوع، لازم يكون في إلك علاقة. إليف اسمعيني، أنا ما بغلط عاكف، أنا متأكدة إنه هاي البنت في وراها شي. إليف حاج تحكي بهالموضوع. لا أنت اسمعني. شوف إليف علي استشهد اليوم. شو قلت أنت؟ قلت لك علي، علي علي استشهد بالعملية اللي صارت اليوم. قلتي لي الموضوع ضروري لهيك اجيت، وأنا لهلأ ما لقيت أي شيء مهم بالموضوع اللي جبتيني مشانه. لك عيب عليكي، تركي هالموضوع بقى. أنا ما كنت بعرف. أنت بتعرفي إنه علي عنده ولدين ما هيك؟ هلأ هن تيتموا، وطبعاً ما بتعرفي أبوه وأمه شو ممكن يصير لهم. ليش؟ لأنك حطيتي هديك البنت براسك وركضتي ورا شغلات بلا طعمة. تركي هالشغلة بقى. بس يا روحي يا ضلي، وإذا ما شفقتي علي شفقي على حالك. أهلا وسهلا يا عيوني. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا خالي. أهلا فيكم، تفضلوا. يا ريتكم خبرتونا أنكم جايين، شرفنا بزيارتكم. علي مو بالبيت. أمي
أساساً رفقاته جايين من عنده من الشغل. الحجي مو موجود؟ طلع، ما رح يجي للمساء. خير إن شاء الله. بنتي قومي ساوي شاي للضيوف. يلا يلا أمي، ليكني عم جهز شي، شي خمس دقايق وبجهز. أنت سكريالي مو هيك؟ إيه والله يا خالتي، أنا هو بذاته سكريالي. والله سيرتكن على لسان علي من وجه الصبح لآخر الليل، ما بتسمعوا غير بيقول هيك عمل أخي سيبو وسكريالي هيك عمل، وأخي عاكف ما في منه، والله هي سيرته على طول. الله يخلي لنا ياكي. لسا في شاب بيناتكن اسمه جرافة شي؟ جرافة، هو عن جد مثل الجرافة بس نحنا منقله بالتا. والله بيحبكن كلياتكن. صار عنده ولد، أبوه سماله يا يوسف، بس ابني علي بحياته ما ناداله يوسف، ما بيناديله غير يا سكريالي روح ويا سكريالي تعا، كل الحارة هون صاروا بيعرفوا هالاسم. الله يرضى عليكم، الله يحميكم انتي وعمي، لأنكم ربيتوا شهم مثل علي. أخي صباح الدين، خير أخي؟ شو صار لك؟ ليكون صاير شي لعلي؟ شو دخيلك تحكي؟ شو بدي أحكي أختي؟ أختي أمي نحن. شو صار له أبني؟ احنا على معمل واعنانك بقلب كمين، انا وعلي وزيبه لقينا باب بدنا نطلع من الطرف الوراني، كنا بدنا نطلع من الباب. اخي علي قال خليني اطلع انا بالاول. قلت له انا ما بيصير، بس ما خلاني، قال لي انا رح اطلع. اخي ما بيصير. وطلع من هنيك، قال تعالوا أخي يوم ما في حدا. بعدين صاروا يقوصوا علينا. يا رجل يا رجل وما خلى حدا يطلع لبرا، وهيك استشهد أمي. يا الله دخيلك يا الله، دخيلك يا الله، يا الله دخيلك، عم صدق عم صدق. لا تنسي شو قال الدكتور، لا تهملي دواكي ابدا، تمام؟ وما اتصلنا بامك، هلا بينشغل بالها عليكي. لا بابا، هي ما بينشغل بالها علي، يمكن راحت هي وستي لشي محل. اتصلت وما ردت علي. ليك عم تتصل؟ هذا المدير. نعم سيدي. نعم. ايه علي اللي فريقنا. انت شو عم بتقول سيدي؟ بابا بابا انت منيح؟ بابا شو صار؟ بابا واحد من رفقاتنا استشهد بالعملية اللي صارت اليوم. لا تزعل بابا، انت مو بتقول يلي بيموت شهيد بيروح على الجنة من دون سؤال ولا حساب؟ وهو مات شهيد، ليش لكان زعلان هيك؟ مدد يا نور عيني محمد مصطفى، مدد يا رجال قولي زهراء، مدد يا دواني يا بي يا حبيبي.
يوسف. يوسف. عمو كارلوس انت ليش عم تبكي؟ الرجال ما بيبكوا ابدا. هلا الرجال ما بيزعلوا؟ ما بيزعلوا. طيب معناها انا كمان ما رح ابكي، اتفقنا؟ اتفقنا. وين حطيت الطابة اللي كنت عم تلعب فيها؟ ليك برا. يلا امشي لنجيب الطابة لكان. يلا حبيبتي تعالي. امسكي ايدي، تعالوا. يلا تعالوا تعالوا تعالوا. ايه تكرم هاتيها لشوف. ايه دخيل عيونكم شو شاطرين. يا ابني طولي بالك يا بنتي. خلاص اختي لازم تكوني قوية. شوفي انت عندك ولدي. راح الغالي يا اخي صباح الدين. راح علي انكسر ظهري. الله لا يوفقه يا ربي. الله لا يوفقه. شو كان بده من حبيب قلبي علي؟ يا بنتي يا غالي ما تركت لحد. نحن كلياتنا اولادكم وامهاتكم يا اخي. ان شاء الله ما متخليكم تنتاموا طول ما انا عايش. الله يحميكم ويطول بعمركم يا ابني. قلتوا من اليوم ورايح صرتوا محله. الله يرضى عليكم. بابا الله يخليك لا تزعل حالك. كيف بدك يعني ما ازعل يا بنتي؟ كيف ما يحترق قلبي؟ لساته شاب باول عمره. يلا بابا قوم ريح بالك، انت لازم تطلع ترتاح شوي. يلا. لك مين هاد؟ كأنه رح يهد الباب فوق راسنا. يمكن أنا بعرف مين. افتح الباب افتحه ما يخرب بيتك. افتح الباب عم لك افتحه. افتح بقى. افتح الباب شي ما تخلصنا. كأنه ما عم يسمع. لك شو هاد؟ شوفي. يعني عم تخطف لي بنتي؟ انت بدك تاخد بنتي مني غصب عني مو هيك؟ اهدي شوية يا ياسمين، أنا ما خطفت حدا أبدا. شبك البنت مرضانة بالمدرسة ما قدروا يتصلوا فيك. تركيني لك تركيني. وأنا رحت وأخذت على الدكتور، هي القصة. أنا برأيي تروح وتكذب هالكذب على حدا غيري. أبي عم يحكي الحقيقة أمي. لا تتدخلي أنتي، تعالي لهون. بعدي تركيني. صرنا فضيحة قدام كل الحارة، فوتوا لجوا. يلا. يا ابني يا حبيبي يا بناي انت يا عمري انت. لازم نقوم. لا تاكلوا هم، مديرية الشرطة رح تساوي كل شي لازم. مرة تانية العمر لألكن. يسلم عمركن أخي. الله يتغمد وبيرحمته أخي. الله يجعل مزواج جنة يا رب. أمعني برقبتكم إذا بتحتاجوا أي شيء لا تخجلوا دقونا. الله يصبر قلوبكم. الله يصبر قلوبكم. تسلموا يا أولادي. الله يحميكم. علي علي أنا فرطت، أنا فرطت يا أخي. أنت ولا أنا يا أخي سيبو. الواحد يفرح لأنه استشهد، بس قلبي عم يحترق علي تركن وراي يا صاحبي. أخي مثل هاي المصاحب اللي بتجي في الحكمة من رب العالمين. نحن ما بنفهم بأي شغلات أخي. علي راح أخي. الله يرحمه. يلا تعال أخي امشي. الشي اللي عملته اسمه خطف ولد، بتعرف هالشي مو هيك صالح؟ لا تحكي حكي بلا طعمي يا ياسمين. اتصلوا من المدرسة قالوا إنها مريضة، رحت أخذتها. طيب وين الخطف والموضوع؟
طالما انك اخذتها على الدكتور كان المفروض ترجعها على البيت. كنت رح ارجعها وقتها طلعت من الشعبه وما قدرت اتصل فيكم. فيني اعرف وين كنتوا؟ على اساس كثير بتعدي بالبيت. سكتي وليه؟ انت كيف بتحكي هيك مع ستك؟ شفتي بعينك؟ بهالكم ساعة قدر يلعب لها بعقلها للبنت. لا تحكي هيك، بابا اجى على المدرسة اخذني على الدكتور وبس، لا تتبلي عليه، يلي بتبلى الله بيحطه بالنار. ياسمين عم تسمعي بنتك شو عم تحكي؟ صايرة عم تحكي مثل الختايرة. هي إذا بقيت أسبوع رح تصير تجي لعنا وتعلمنا شو لازم نعمل كمان. أنت شو صاير لعقلك؟ عم تحاسبي بنت صغيرة وكأنها عاملة ذنب؟ واضح واضح، لأنه نواياها واضحة. انت اخذها من المدرسة مشان تعلمها هذا الحكي. ايه انا اخذتها، شو صار؟ ما لها بحاجة تحكي، هي عم تشوف كل شيء وحكت اللي شافته. حاسة قلبي رح يوقف. امي انتي روحي اطلعي من هون. اسمعي نازلة، اصحك تتصرفي هيك مع بنتي؟ ظاهر انت نسيان حالك. انا كمان امه. بابا بدي اقول لك شغلة، ستي كل يوم بتخلي امي تتعرف على حدا. نازلي انتي زودتيها كتير بنتي. ياسمين اهدي شوي، اساسا انا اعصابي تلفاني. شو صار؟ والله اللي بعرفه انك كنت حدا رايق كتير. اسمعي ياسمين انا ماني ناقصك. واذا ما سكتت شو رح تعمل؟ رح تضربني يا سيد صالح؟ اسمعيني ولا لا تخليني دعوسك برجلي. ضرب يلا ضرب، اعمل لك ضرب مشان خليك تلعن الساعه يلي عرفتنا فيها. حرفة عليك، دعوه بالمحكمه. بابا تعالي. بابا مشان الله لا تتركني لهون. بابا انتي خلصيني بقى لا تعذبيني. تعالي وقفي، خرب بيتك. وقفي لا تشدي ايد البنت هيك. تعي عم قلك تركيني، لا تعذبيني اتركني انت بعد هيك. امي الله يكسر ايدك. ماما الله يكسر ايدي على هالعملة. رح تدفع ثمن هذا الشي يا صالح، ورح دفعك الثمن غالي. الظاهر هاد صاير مجنون، شفتي كيف دفشني؟ ما في مشكلة، يلا خلونا نطلع من هون بسرعة. بابا لا تتركني. تعالي بابا. تعالي لك بنتي خلصيني بقى. يلا بابا. حبيبتي اتركي أبوكي شبتك فيه. ياسمين تعالي. بابا لا تتركني. يلا حبيبتي يلا بابا. تضربي انتي وأبوكي لسه. بابا بابا خلصيني. بعدي عني بنتي. يا لطيف بابا. يا الله دخيلك، ساعدني يا ربي شو ساوي معهم يا الله. فتحوا أدنيكن واسمعوا هالحكي، حكي الكبار هو حكي عظيم. بهالدنيا بنحرق قلبي على كائن وبضيق صدري، ورجال الشجعان يلي ماتوا مكانهم الجنة. إذا رحت زرت مريض أو عطيت مي لعطشان، هذا ثوابه كبير كبير عند رب العالمين. يونس مرة قال بهالدنيا ما رح يبقى غير شخصين، أولهم إلياس والخضر.